الواجب على كل مسلم يعمل لخدمة دين الله أن يستشعر دوما أن الدعوة إلى الله عبادة يتقرب بها إليه، إنما يوصل الداعية إلى غايته شغفه بدعوته وإيمانه بها، إلى أن التطور العلمي والتقدم المادي في عصرنا الحاضر يفرض على المسلم وخاصة الداعية التخطيط والتنظيم في كل مناحي حياته. التعاون بين الدعاة في سبيل نجاح التخطيط المرسوم، وتحقيق التعاون بين الدعاة ينبع من شعور كل واحد منهم بالمسؤولية تجاه الجزء المناط به.